بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بامتحان نموذج امتحان إقليمي القسم السادس بداية. طبعا المادة هي الرياضيات، طبعا المدة هي ساعة ونصف، مدة الإنجاز ساعة ونصف. هنا غتكتب رقم الامتحان، هنا الاسم، هنا النسب، هنا طالب انت المؤسسة. إذا نبدأ على بركة الله. قالوا لنا هنايا أنجز العمليات الآتية، نبداو بهذه هي الأولى. نعم، عندنا هنا 798.36، 798.36 ورا 798.36، نحيدوا منها 326، نحطوا الوحدة تحت الوحدة، هي 326، نديروا فاصلة صفر صفر. إذا 6 ناقص 0 6، 3 هنا ناقص 0، نعم، 8 ناقص 6 2، ديروا الفاصلة هنا، 9 ناقص 2 7، ثم 7 ناقص 3 4. إذا ها الفرق ديال هذا خرجناه. الآن سنضيف إليها 256.42، 256.42، 256، نجيو الوحدة تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئة تحت المئة، ثم الفاصلة تحت طبعا فاصلة فاصلة 42. نديرو عملية الزائد هنا، 6 زائد 2 8، 3 زائد 4 7، نحطو الفاصلة، 2 زائد 6 طبعا 8، 7 زائد 5 12، نكتبو واحد نحسبو واحد، 4 و 1 5 و 2 7. إذا ها النتيجة 728.78. ثانيا ديال الضرب، عملية الضرب، عندنا 234.16 ضرب 24. إذا 4 في 6 24، 4 في 1 4 و 2 6، 4 في 4 16، نعم كتبو 6 و 1 1، 4 في 3 12 و 1 13 صافي دابا 1، 4 في 2 4 في 2 8 1 9. نضع النقطة هنا، 2 في 6 12، نكتب 2 نحتفظ بواحد، 2 في 1 2 1 3، 2 في 4 8، و 2 في 3 6، ثم 2 2 في 2 4. نعم، نقوم بعملية الزائد هنا، 4 6 زائد 2 8، 6 زائد 3 9، 8 زائد 3 11، نكتب 1 ونحتفظ بواحد، 9 1 10، و 10 زائد 6 16، 6 4 زائد 1 5. عندنا 1 2 فاصلة 1 2. ها النتيجة، خرجتنا 5619.84. الآن نمر إلى القسمة، العملية الثالثة، 325 تقسيم ماذا؟ 2.5، 2.5. نحيدو هاد الفصيلة ونزيدو زيرو هنايا. إذا عندنا جوج أرقام، غنديرو 32 تقسيم 25، دونك عطينا هنا واحد، واحد في 5 5، وواحد في 2 2. نديرو عملية الطرح هنا، 12 ميمكنش نحيدو منها 5، 12 ناقص 5 7، هاد الواحد رجعو لهنايا، 5 ناقص 3 2، نزلو العدد التي هنا 3، 3 ناقص 0 هنا، لأن هنا 3 ماشي 5، 3 ناقص 3 0. ننزلو هنا الخمسة، 75 تقسيم 25 عطينا 7، شحال فيها من جوج؟ 3، 3 في 5 15، و 3 في 2 6 و 1 7. إذا بقى لنا هاد الزيرو هذا، كنزلو هنايا ياك، بقى لنا على صفر. إذا طلبنا 130 العملية. نمر إلى السؤال الثاني، قالوا لنا أحسب وأختزل. نعم، قدو هذا أحسب وأختزل. نعم، هنا عندنا كنتبه لكم هنا، 4 على 3 زائد 1 دومي، 1 على 2 تقسيم 5 على 6 ناقص 7 على 5 على 3 ناقص 7 على 6. نعم، بالنسبة نديرو تساوي، نكملو تما، نديرو واخا نكملو هنا. نقم واحد بين 3 و 2 هو 6،
نضربوا هذه في هذه 4 في جوج شحال 8. نعم هاي 4 في 2 8 زائد 3 في 1 3، و3 في 2 6. نعاود 4 في 2 8، 3 في 1 3، 3 في 2 6. نعم تقسيم هنا 3، فاش غنضربو 3 باش تولي 6 بحال هادي، غنضربوها بجوج باش نوحدو المقام، المقام هو 6، هادي غنضربوها بجوج، هادي غنضربوها بجوج، هنا 10، وهادي ديجا عندها 6 في المقام. نعاود 3 فاش نضربوها باش تعطينا 6، نضربوها في 2، هادي غنضربوها في 2 تولي لنا 10 على 6. نكمل هنا تساوي 8 زائد 3 11، 11 على 6 تقسيم 10 ناقص 3 10 ناقص 7 3 على 6. إذا هنا القسمة تساوي غنديرو 11، القسمة كتولي لنا غنضربو في المقلوب في 6 على 11. نعم إذا هنا 11 على 6، هنا في 6 على 3، باردون مقلوب ديال هذا 3 على 6 هي 6 على 3. إذا 11 في 6 هي 66، و 6 في 3 هي 18. نختزل ب 6، اختزل هذا ب 6 نقسمو على 6 يعطينا 11، ونختزل هنا ب 6 يعطينا هنايا 3. ها النتيجة. نعاود هنا نحضر المقام هنايا، ضربنا 4 في 2 8، 1 في 3 3، 3 في 2 6. طريقة لا، هنا 3 هذا مضاعف ل 3، إذا فاش غنضربو 3 باش تولي 6؟ غنضربو 3 في 2 حتى الوسط غنضربو في 2، إذا ضربناها في 2 شحال ولات 6؟ إذا ها هو المقام 6. ضربنا هذه في 2 هذه غنضربوها في 2، 2 في 5 10، 10 ناقص 3 طبعا. ثم نحسبو هذه 8 زائد 3 11 على 6، 10 ناقص 7 3 على 6، نكتبو 11 على 6، ماذا القسمة غنضربو في المقلوب، المقلوب ديال 3 على 6 هو 6 3، 11 في 6 66، 6 3 18، نختزل به بستة. نعم الآن هنا قالوا لنا وضعت ليلى مبلغ من المال قدره 350,000 درهم في مصرف بسعر 6.6، وبعد مضي سنة كاملة أخذت مالها مع الفائدة. دابا نحسبوا الفائدة هي الأولى، الفائدة خصنا نكون عارف الخاصية ديال الفائدة، الفائدة السنوية هي رأس المال، هي رأس المال اللي هو هذا مضروب في السعر على 100. هذا بالنسبة للسؤال الأول، إذا كنشدو رأس المال كنضربوه في السعر ونقسمو على 100. إذا هنا نستعمل الآلة الحاسبة من الأفضل، نمشي لنا الزيرو مع الزيرو، عندنا شحال من زيرو هنا جوج، نمشيو عتقى لنا 3500، نعم 3500 مع 6.6. إذا مادام عندنا 6.6 نحيدو هاد الفاصلة ونحيدو معاها زيرو، من الأحسن هاد الزيرو هذا 6 0 0 6 5 30، 6 3 18، و3 21، 6 0 0 6 5 30، و6 بحال هاك. إذا نقوم بعملية الجمع 0 0 1 3 2، إذا هذا هو الفائدة. إذا الفائدة السنوية هي 23,000 100 درهم، 23,100 درهم. نعاودو كنشدو رأس المال اللي هي 3500، 350,000، هاهي 350,000 كنضربوها في السعر اللي هو 6.6 نقسموها على 100، اختزلنا جوج أصفار مع جوج أصفار، طبعا قلنا واحد في المقام ماشي مهم، شدينا 3500 غنضربوها 6.6، هاد 6.6 حيدنا وحيدنا الزيرو معاها هنا، ضربنا 6 0 0 6 5 30، نكتبو 6 5 3، 6 3 18 هي 21، نقطة هنا 6 0 0 6 5 30، و6 3 18 هي 21، نجمع 0 0 1 3 2. إذا هذا هو الفائدة السنوية. المبلغ الإجمالي غنشدو المبلغ دابا الإجمالي، المبلغ الإجمالي غنشدو 350,000 وغنزيدو عليها الربح اللي هو الفائدة، هنا 1 3 2. إذا نعطينا هنا 0 0 1 3 5 2 7 3. إذا هذا هو المبلغ الإجمالي الذي أصبح عندها حصلت عليه، المبلغ الإجمالي هو
هذا. نعم، نمر إلى طبعا السؤال الموالي. هنا اش قالوا لنا؟ ارسموا، طبعا نخطو الادوات الهندسه. نعم، عندنا ارسموا طبعا زاويه او بقياسها 130. نشدوا المنقاله ونديروا هنايا مثلا هنا واحد الخط، وندير ا او بي مثلا. درنا هنا ا، هنا نديرو او، ونحطو المنقاله. نعم، اذا المنقاله ها هي، نحطو هنا نيشان. هاد الوضع يكون خط نيشان. ها 0 10، ها 90 90، 110 120 130. ها اذا ونعلمو هكا، ونديرو هنا بي، وهنا نكتبو 130 مثلا. من الاحسن قالك ارسم منصفها او اي. اذا المنصف ديالها هنشدو من هنا ونعلمو بحال هكا. ها ندير جوج نقط هكا، ثم نجيو لهاد النقطة هادي ونعلمو، ندير واحد قوس، ونجيو تاني لهادي هي ونديرو قوس. إذا راه بان المنصف، ها هو هاد النقطة هادي. هذا هو او اي، هذا هو المنصف. استنتج قياس الزاوية او اي. او اي اذا القياس ديالها هيكون نص ديالها، لان المنصف يقسم الزاوية الى زاويتين متقايستين. او اي او اي هيساوي لنا 130 على جوج، اللي هي 65 درجة. وثم الزاوية اي او سي، ما عندناش اي او سي، وانما اي او بي. اي او بي تهي 165، اي او بي تهي 65. حنا نرسمو هنا في هاد الخانة هادي، ثم هنا باستعمال ادوات الهندسة المناسبة نشئ مثلث ا بي سي، بحيث ا بي تساوي ا سي تساوي 4 و بي سي تساوي 3. اول حاجة نرسمو بي سي هي الاولى فيها 3، هنا نرسمو هنا بي سي تساوي 3. دونك مزيان، حنا نرسمو دابا 3 سنتيمترات ها من الصفر ل 3. اذا هذه هي بي سي. نعم، كون بدقة بي سي 3 سنتيمتر. من موراها قال لك ا بي تساوي 4. اذا ناخذوا، لاحظوا البركار، وناخذوا هنا 4 نديروها. نعم 4، نعم ها هي 4. اذا حاول ناخذينا 4 سنتيمتر درنا في البركار، طبعا ها هي 4، ها هي 4. وعنشدو هنا من النقطة بي، من النقطة بي نضبطوها مزيان ونديرو علامة هنا مثلا، ثم نجيو من النقطة سي ونديرو علامة، نديرو واحد القوس من موراها، نجيو نلاقيو هادو. نعم، ثم نلاقيو من النقطة سي نرسمو هاد القطعة هادي، وهنا نديرو ا. نهار الرسم ونديرو هاد العلامة هادي، لأن هادي كتساوي هنا 4 سنتيمتر، وتا هنا 4 سنتيمتر. طبيعة المثلث متساوي الساقين، متساوي الساقين، ها هي، لأن هادي كتساوي هادي. من موراها لاحظوا هنا هاد الرسم هادي، قالك أنشئ التي أعتذر، قالك المماثل بالنسبة للمستقيم. هاد النقطة عندنا هنا الرسم المماثل ديال هنا، شحال بعيدة؟ بواحد، تلاتة بواحد، شحال بعيدة؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هنا خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. إذا هادي هي، نستعمل المسطرة، نجيو لهادي شحال بعيدة، شحال بعيدة على المستقيم؟ بجوج، واحد جوج، إذا واحد جوج هنا، ونحسب شحال فيها هنا، واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة. إيوا نلاقيو بمسطرة، نستعملو نتوما المسطرة ولاقيهم، أنا مدرتش المسطرة. ثم استعملنا المسطرة، هاد مماثل نقط ساهلة هادي كادو. نعم، إذا حنا أنجزنا هاد التمرين. نمشيو للمسألة. اشترى أحمد بقعة أرضية على شكل مستطيل، طوله هو وعرضه واحد ثلاثة من طوله،
درهم لي للمتر المربع الواحد، احسب مساحة هذه البقعة. نعم، إذا المساحة مادام أنها على شكل مستطيل، إذا خصنا الطول والعرض. الطول عندنا 30، أظن 30، نعم ها هي 30 متر، إذا عندنا 30 متر. لكن العرض ديالو شحال كيساوي؟ تولو الطوليه، دونك غنجدو الطول وغنضربوه في واحد على ثلاثة، اللي هي 33 على ثلاثة هي 10 متر. إذا العرض شحال فيه؟ 10 متر، حيت تولو الطوليه. إذا المساحة بالنسبة للسؤال الأول، المساحة عندي الطول على 30 في 10 اللي هي 300 متر مربع، هذه هي المساحة. احسب المبلغ اللي دفعه ثمنا لذهاب الدير. لاحظوا، عطونا هما قال لك بالنسبه للسؤال الثاني، ان متر مربع بشحال؟ ديروا الطريقه الثلاثيه او لا التناسبيه. 1000 درهم للمتر مربع، 1000 درهم. هاي نعم، كل متر مربع ب 1000 درهم. احنا عندنا 300 متر مربع، اذا شحال من درهم؟ هنضربوا هذه في هذه، نديروا 300 في 1000، وعدنا على الأصفار نحطو 3 ونحسب 1 2 3 4 5، 2 3 4 5 طبعا درهم، درهم. إذا هذا هو الجواب. بالنسبة للتمرين الموالي قالوا لنا ديال التحويل، إذا خص يكون عندنا طبعا جدول ديال التحويلات، نحاولو نصحوه. الأولى فيها شنو فيها؟ الهكسوميتر والديكاميتر والميتر، ياك؟ إذا عندي جدول بسرعة، هنا المتر، هنا الديكاميتر، هنا الهكتوميتر، وهنا طبعا الكيلومتر، وهنا السنتيمتر، ياك؟ المليمتر. إذا شحال عندنا هنا؟ 24 هكسوميتر، ها الهكسوميتر 4 و20، نحطو الواحدات هنا، 24 هكسوميتر. 35 ديكاميتر، نجيو للديكاميتر ونحطو الواحدات 5، نعم، ونجمعو بعد هي الأولى، 5 و4 زائد 3 7 2، فين نحولوها للمتر؟ ها المتر فين جا؟ إذا جات 2750، 2750. دابا ديال القنطار والطول نديروه هنا، ديال القنطار والطول خصنا نكونو عارفين. هنا مثلا عندنا الكيلوغرام، هنا عندنا النقطة، هنا عندنا القنطار، هنا عندنا الطول، وهنا الهكتوغرام، ديكا غرام، حتى الجرام. مثلا حنا ناخذ غير اللي نحتاجو. شحال عندنا هنا؟ 5 طن، ها 5 طن عندنا في الواحدات جات. ثم شحال عندنا هنا؟ 4.7 قنطار، نمشيو للقنطار 4.7. اذا نجمعو هي الاولى، ها 7 4 5، فين نحولوها للكيلوغرام؟ نزيدو هنا زيرو، 5470، 5470. دابا غنمشيو طبعا ان شاء الله المتر المربع، حتى هي خصنا نكون عارفين ديالها. اذا عندنا المتر مربع، الديكامتر مربع، الهكتو متر مربع، ونزيدو تا ديسيمتر مربع. حد هنا نتوقفو، نقسمو على جوج لان عندنا المربع. شنو عندنا هنا؟ 295 متر مربع. إذا نمشي المتر مربع الواحد نديرو 5، ها هي 5 9 200، وهنا 27.5 ديكامتر مربع، ها ديكامتر مربع، وكنديرو 7 في الوحدات، وهنا 5، قوم عمل الجمع، 5 14 9 زائد 5 14، 13، هنا 1 3، فين نحولوها للآر؟ هنا كاينة السنتيار، وهنا كاين الار، وهنا كاين الهكتار. اذا في المتر مربع كاين الار. يعني شحال عندنا هنا؟ 3045، 3045. ثم عندنا هنا اخيرا ديال المتر المكعب، وهذا عندنا المتر مكعب، عندنا هنا الديسيمتر مكعب، وهنا عندنا السنتيمتر مكعب، وعندنا المليمتر مكعب. حنا ما نحتاج عندنا خدمه اللي نحتاجو، ناخذوا اللي نحتاجو. إذا المكعب نقسمو على 3، هنا ها واحد، اللتر جا هنا، ها اللتر فين جا؟ جا في الديسيمتر المكعب، مهمة هادي بزاف. إذا شحال عندنا هنا؟ 12 ديسيمتر مكعب، فين هو الديسيمتر المكعب؟ هنا 12، غنحطو الوحدات، 12.25، مزيان.
انا الناقص مهم هذه 4678، اذا الوحدات نحط 8، ها الوحدات 8 7 6 4، وعندنا الطرح نديرو الزيرو هنايا، صفر ما يمكنش نقصو منها، ناخدو واحد، 10 هي جوج، رجعو هنا واحد، 5 من 8 لا، 15 من 8 7، رجعو واحد هنا، تسلفو واحد هنا، 12 ناقص 7 5، رجعو واحد لهنا، 12 ناقص 5 7، وهاد واحد رجعو هنا زيرو. إذا فينا نحولو لليتر، ها الليتر هنا 7.572، 7.572، 7.572، نعم. هنا قالوا لنا حوض مائي، نعم هنا قالوا لنا حوض مائي، حوض مائي على شكل متوازي مستطيلات، طول قاعدته س وعرضها يساوي نصف طوله. إذا علمت أن الحوض هو 400 سنتيمتر، احسب بالمتر مكعب. يستحسن نحول كل شيء للمتر مكعب، س دي سنتيمتر مكعب، ديسيمتر هي 6 متر، بديرو في الجدول نتوما 400 سنتيمتر هي 4 سنتيمتر، هذا بالنسبة للطول ياك، الطول. إذا بغينا نخرجو منو العرض، النص ديالو، العرض ديالو هو النص، والس على جوج هي 3 متر. إذا ها العرض، ها الطول، ها الارتفاع، تدار هنا 4 متر. إذا أحسب حجمه بالمتر المكعب، نديرو الطول في العرض والارتفاع، نديرو 6 في 3 في 4، 6 في 3 18، 18 في 4، أو لا 4 في 3 12، 12 في 6 72، 72 متر كيوب. أحسن طريقة نحاولو كلشي للمتر، باش نضربو المتر في المتر، المتر تبان متر مكعب، نعم. ها هي باش تبان ليكم، نعم. نمشيو لهاد، طبعا يمثل المخطط الآتي عدد الأشخاص المزاولين للأشجار الرياضية داخل أحد الأندية، كاين كرة القدم، السباحة، كرة، نعم، المضراب، ثم كاينه طبعا كرة الملاكمة وكرة الطائرة. كم عدد عدد الأشخاص، نعم عندنا هنا كم عدد الأشخاص المزاولين لرياضة الملاكمة؟ شو الملاكمة؟ ها هي. إذا عدد الأشخاص غنجيو لهنا نديرو المسطرة، شحال عندنا؟ 15. إذا عدد الأشخاص هو 15 ديال الملاكمة، ألف هذا بالنسبة لنا 15 ملاكم، نعم. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هو النشاط الرياضي الأكثر مزاولة في هذا النادي الرياضي؟ شنو هو الأكثر؟ هو اللي بزاف، هو اللي عنده، هو السباحة، هو عنده هنا 35، هنا كلهم أقل من 35، إذا هو النشاط هو السباح، السباح. كم عدد الأشخاص المنخرطين في هذا النادي الرياضي؟ كم عدد الأشخاص، ها هو كم عدد الأشخاص المنخرطين في هذا النادي؟ إذا سنحاول نحسبهم، عندنا شحال كرة القدم؟ عندنا 30، شحال عندنا السباحة؟ 35، مضرب 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 25، ملاكمة ملاكمة 15، ثم كرة الطائرة 25، ياك 25 جيد، نجمعو 5 زائد 5 10 زائد 5 15 زائد 5 20، 3 و 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13، إذا العدد هو 130 منخرط. ترقبوا طبعا مجموعة من التمارين، مجموعة من الأنشطة تتعلق بالامتحان. شكرا.